صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحة تكمل العربية، أهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسة الصباحية من أسبوع تداول جديد. اليوم بهذه التغطية المباشرة 13/8/2018 رح نقوم بتغطية مباشرة على بعض من الأزواج والعمليات الرئيسية الموجودة عنا على منصة التداول. مثل ما تعودتوا علي، جزار ظهرية من شركة تكمل بستعمل التحليل التقنية وبعض المؤشرات واستراتيجيات التداول لمعرفة أو لنقدر نحدد السيناريوهات المفترضة اللي ممكن نتوقعها على بعض الأزواج، وطبعا نشوف إذا عنا أي فرص استثمار مميز نقدر ندخل فيها بسوق الفوركس، وطبعا نبتدي أسبوع تداول جديد بفرص استثمار وبمراكز طبعا دخول بنقاط مميزة. بالنسبة لي بداية في زوج اليورو دولار، طبعا في عم نشهد بعض التقلبات السريعة من وراء بداية الموجة الخامسة أو الموجة الأخيرة من هذا الانخفاض اللي ابتدينا فيه من مستويات 125. مثل ما بتعرفوا أنه مستويات 125 هي ابتدت بموجة موحد، أو خلينا نقول بموجة التصحيحية. هلا طبعا بالنسبة لموجات اليوت أو بالنسبة للرسوم البيانية اللي بدنا نتكلم عليها، هل يا ترى هذا الانخفاض هو انخفاض اندفاعي بخمس موجات طبعا لموجات اليوت، او عم نتكلم نحن بموجات تصحيحيه اللي هي اي بي بيرجع 1 2 3 4 5؟ بهذا انا برايي بالنسبه لي على الحالتين نحن نتوقع 3 ويف باونس من هذه المستويات او من مستويات بعد اوطى شوي صغيره. هلا بنشوف كيف ممكن نحدد هذه المستويات، ولكن طبعا يعني خبرة في موجات اليوت ما ممكن انه يحدد هذا يعني الانخفاض اذا في حال كان تصحيحها او انخفاض اندفاعي. بالنسبه لي طبعا ممكن تكون موجه اي اللي هي انتهت هون، رجعنا انهينا موجه بي، رجعنا انخفضنا بخمس موجات بالويف سي اللي هي 1 2 3، دخلنا موجه رقم اربعه ومنخفضين الخامسه، فممكن بيج اي بيج بي وخمس موجات انخفاض سي تكون موجات تصحيحيه، ولكن انخفاض سي بخمس موجات تصحيحيه طبعا ما فيها تكون بهالقوه او خلينا نقول الموجه الضخمه اللي تسجلت عندي من مستويات 124 لمستويات 114، فنتوقع انه هذا الانخفاض يكون طبعا اندفاعي عندي، ونتوقع انه انخفاض ضخم جدا، فهيدي بدايه موجه جديده بالاتجاه الهابط، وممكن تكون موجه اخيره. هلا نحن بالنسبه لنا موجه اندفاعيه، ولكن موجه اندفاعيه ضمن الاتجاه الصاعد ممكن ايضا تسمى تصحيحيه. يعني اللي عم جرب اوصل لكم اياه انه إذا في حال نحن هذه الموجه تصحيحيه او اندفاعيه، نتوقع انه بقرب هذه المستويات اللي عم نتداول بقربها هلا اللي هي مستويات ال 50% او حتى ال 61%، نتوقع انه ممكن نرجع نرتد بزوج اليورو دولار. تثبيت مستويات ال 114 او 115.07 طبعا المستويات لازم نزورها. هلا بالنسبه لي كيف ممكن ناخذ بعين الاعتبار او التفكير يكون عندي اذا في حال بدي ابتدي بسيناريو جديد او بدي ابتدي بسيناريو خلينا نقول اندفاعي. هلا بالنسبه لنا طبعا المستويات 115.07 اللي تم تثبيتها سابقا عندي على زوج اليورو دولار بثلاث او اربع قاعات، وكنا عم نرتد منها لموجه رقم اربعه وتم اختراقها، نتوقع انه هذه المستويات عاجلا ام اجلا لازم نرجع نرتد عليها. شو يعني؟ بنفس السيناريو اللي عم بتكلم عليه، طبعا هذا السيناريو الموجود بعده عملات رئيسيه وحتى سلع باسواق المال، ولكن طبعا السايكل او التوقيت هو الاهم بهذا السيناريو او بهذه الاستراتيجيه. يعني اذا انا في حال عم فكر انه مستوى ال 115.07 لازم نرجع نزوره على زوج اليورو دولار، يعني اذا في حال قد ما وطي اليورو دولار لمستويات خلينا نقول ال 110 111 108 107، اتوقع انه عندي موجه بعد صعود لزياره مستوى ال 115، بما انه كان عندي تثبيت اساسي لهذه المستويات ولازم نرجع نزورها. خليني اعطيكم مثل على اسعار الذهب. اسعار الذهب قبل ما ينخفض طبعا سعر الذهب من مستويات ال 1900 دولار لمستويات ال 1000 دولار عند ثلاث قاعان كانوا مهمين جدا، اللي هن مستويات ال 1500 دولار لسعر الاونصه. مستوى ال 1500 دولار لسعر الاونصه هي المستوى، هو المستوى اللي كان مميز بالنسبه لاسعار الذهب، لانه كان كل ما يلمسه طبعا يرتد منه، ولكن في النهايه طبعا تم اختراقه. هلا بالنسبه لي هذه المرحله اللي ضاينت من مستوى ال 2011، من سنه 2011 لسنه 2013 تقريبا، عم بتكلم انا تقريبا سنه 2013، يعني عم بتكلم على سنتين بمرحله افقيه. بهذه المرحله كان عندي مستويات مهمه جدا اللي هي ال 1500 دولار لسعر الاونصه. طب من ورا ما يتم اختراقها، المفروض الريتست او اعاده الامتحان فريق الثيران يرجع يرفع سعر الذهب لزياده مستوى ال 1005 قبل ما نكفي اتجاه الهابط، ولكن مثل ما بتلاحظوا هون بسعر الذهب ما قدرنا انه نعمل ريتست او اعاده امتحان، وطبعا كفينا الاتجاه الهابط لزياده مستويات ال 1000 دولار لسعر الاونصه. فبهذه الحاله طبعا نتوقع انه عاجلا ام اجلا لازم مستويات ال 1500 دولار نرجع نزورها على طبعا سعر الذهب او سعر الجولد، يعني نتوقع على المدى الطويل انه عندي موجه اندفاعيه بغض النظر او تصحيحيه لزياره مستويات ال 1500 دولار او ال 1530 لاعاده امتحان هذا الرقم اللي كان مميز عندي. طبعا هذا الشيء اللي عم بحكي لكم اياه عن تاريخ وعن خبره
ان كان بزوج اليورو دولار بسنه خلينا نقول 2008 و2007 وحتى بالازواج والعملات الاخرى. بالنسبه لي المناطق اللي كان عم بيخترقها زوج اليورو دولار مناطق مهمه جدا، ولكن تم اعاده امتحانها بهذه التقلبات الضخمه. يعني ما ممكن انه ما نقدر نرجع نعمل ريتست او اعاده امتحان لمستويات معينه. يعني اقلها اذا في حال بدي اقول لكم انه هذه المستويات او هذه القرآن اللي عم نسجلها على زوج اليورو دولار خلينا نقول مهمه جدا، تمام؟ يعني نحن هلا كنا عم نسجل من مستويات 167 انخفاض لزوج اليورو دولار، هذا الانخفاض اللي حصل عندي اول موجي اثبتنا او وقفنا على هذا القاع، رجعنا ارتفعنا منه، رجعنا انخفضنا لثبتنا قاع اخر، اصبح عندي خط دعم من الواضح انه لاقت هول القاعون. هلا بالنسبه لي اذا في حال بدنا نفكر انه طبعا نحن رجعنا ارتفعنا وانخفضنا بزوج اليورو دولار عده مرات، ولكن هل يا ترى هذا الارتفاع والانخفاض ما ممكن انه يرجع يمتحن هذا الخط؟ بلا، بوقت لاحق لازم يرجع نعمل ريتست له، وممكن ما بيطلع بزوج اليورو دولار اذا بنطول هذا الخط، رجعنا عملنا ريتست لهذا الخط الدعم اللي هو من الواضح عندي انه كان عنصر اساسي. ولكن اذا بتلاحظوا انه من ورا ما ارتفعنا من قاع ال115 لمستوى ال151 ما ممكن انه كان حدا يقدر يتوقع انه عندي انخفاض لزوج اليورو دولار لزياره هذا الخط اللي هو قرب مستوى ال 103 او 104. فبالنسبه لي طبعا نتوقع انه لازم نرجع نعيد اعاده امتحان الخطوط الدعم والمقاومه، وحتى اذا تم اختراق باماكن اذا بدكم او ب خلينا نقول يعني بعض الجلسات القديمه او بعض الجلسات اللي مرت عليها سنوات عديده، عم بتكلم عن رسم بيان الاسبوعي وطبعا الشهري. ولكن بالنسبه لزوج اليورو دولار هذا الخط اللي هو خط خلينا نقول واصل بعض المقاومه او النقاط طبعا الكمم مع بعضها البعض، نتوقع زيارته على المدى الوسط للطويل اللي هو مستوى ال 120 عن جديد، وطبعا على المدى الاطول نتوقع ان نرجع نزور مستويات ال 089 ولكن مش هلا. هلا بالنسبه لي طبعا السيناريو المفترض بالنسبه للاتجاهات والانخفاضات كيف ممكن نستفيد من هذا الاستثمار هو اعاده الامتحان. يعني اذا في حال بدنا ناخذ اسعار الذهب واتكلم على رسم بيان الاسبوعي، وقالكم انه انا كان عندي مرحله افقيه مهمه جدا على رسم بيان الاسبوعي اللي هي مستوى 1500 دولار لسعر الأونصة. بالنسبة لي زيارة مستوى 1500 دولار لسعر الأونصة هو طبعا شيء لازم يرجع يحصل عندي، لازم نتوقع ارتفاع لزيارة هذه المستويات عن جديد، لأنه كان مستويات خلينا نقول مهم جدا، وطبعا مستوى مهم جدا وساهم بنقاط دعم على مدة أو على فترة سنتين. فبالنسبة لي إعادة امتحان مستوى 1500 دولار هو منتظر لسعر الذهب. ممكن نرجع نثبت قاع جديد على مستوى 1140، عم بتكلم على رسم بيانة طويل طبعا على المدى الطويل، ممكن نلاقي خلينا نقول خط دعم مميز دبل بوتم، بما انه سجلنا دبل توب عندي او قمتين خلينا نقول على نفس المستوى ممكن نتوقع دبل بوتم. انا بالنسبه لي قرب مستويات ال 1140 1130 خلينا نقول، ومن ثم يتم اختراقه لزياره مستوى ال 1500 دولار عن جديد. بهيك الحاله طبعا بنكون دخلنا بثلاث موجات تصحيحيه ضخمه اللي هي ويف اي، دخلنا بويف بي اي بي سي دي اي، ممكن نرتد خلينا نقول بهذا الشكل اذا بده يكون دقيق اكثر لموجات اليوت، نرجع نزور مستويات ال 1360 نسجل دي ثم اي نعملها لاجينج ويف، ومن ثم بترجع نخترق الى الاعلى طبعا لزياره مستويات اعلى. فبالنسبه لي بنكون سجلنا ثلاث موجات تصحيحيه، وزياره مستوى ال 1134 مغريه جدا للشراء والاستثمار على اسعار الذهب، ولكن طبعا اداره المخاطر بدها تكون مميزه جدا ونكون دارسين البورتفوليو لنقدر نتحمل انخفاض ضخم اذا في حال حصل بعد قوه او موجه اندفاعيه جديده لزوج الدولار الامريكي. زوج الدولار الامريكي هو من العملات الرئيسيه اللي هلا ما عم تقدر ترتد الاتجاه المضاد، او اللي بيستثمر بالاتجاه المضاد للدولار الامريكي طبعا بيكون شبه انتحار، لانه القوه اللي عم بتواجهها اذا بدك الولايات المتحده باقتصاد خلينا نقول البلدان والتشنجات اللي عم تحصل بالبدائل الكبرى عم بتكون مسيطره طبعا بشكل تام من الرئيس الامريكي اللي هو دونالد ترامب. بالنسبه لي طبعا الامور والضرائب التاريفس اللي حطهم على خلينا نقول كوريا الشماليه، اللي حطهم على الصين، التشنجات اللي حصلت طبعا من وراء سوريا والشرق الاوسط هو وروسيا، وبوتين طبعا شبه اذا بدكم برهن حاله وثبت حاله انه هو موجود، وطبعا ما راح يمكن يكون لين ببعض الظروف اللي ممكن يواجهوها بالولايات المتحده. هذا الشيء طبعا اعطى قوه وثقه اكثر للدولار الامريكي، وارتفاع سندات الخزينه في الولايات المتحده طبعا اعطتنا ايضا ثقه اكثر للمستثمرين على انه الدولار الامريكي بعده بشكل امن او بعده بالاتجاه الصاعد اللي هو من الواضح
نحن ممكن يتم اختراقه على المدى القصير. أما بالنسبة للمؤشرات، هي المؤشرات الوحيدة اللي ممكن إذا بدكم تبرهن أنه ممكن يكون عندي خطورة على المدى القصير للوسط طبعا على الدولار الأمريكي، وبهذه الحالة ممكن نرجع نتوقع انخفاض لزوج الدولار الأمريكي بموجة اندفاعية جديدة. طبعا ما ممكن نحدد الفترة الزمنية، كيف قلت لكم بالنسبة للسايكلز ممكن يكون بعد نقاشة أنا تقنيا بعد عندي قمم جديدة للأس بي 500، ولكن الانفليشن أو التضخم اللي عم تحصل بالأسعار، هذا الارتفاع الضخم اللي عم نشهده على الأس بي 500 والمؤشرات بتدل على خلينا نقول عدم صحة الاقتصاد الأمريكي بشكل أو آخر، ولكن بالناحية المخلقة إذا بتكون الأس بي 500 والمؤشرات والأسهم. طبعا مثل ما بتعرف وارن بافيت، خلينا نتكلم شوي عن وارن بافيت اللي هو كان عم بيستثمر بمعظم الأسهم تبعه طبعا سابقا، يعني عم نتكلم من 30 و 40 سنة لورا، كان عم بيستثمر بكوكاكولا، بأسهم فيزا، بهاينز للكاتشب، معظم الشركات اللي استثمر فيها كان خلينا نقول سعر السهم طبعا يعني خلينا نقول مدنة أو كان بأسعار واطية جدا. ولكن هل يا ترى هن هول الشركات عملوا شيء مميز كرمال اللي يقدر يرتفع هذا السهم أو كرمال اللي يقدر يجني وارن بافيت أرباح منه؟ لا، ما حدا من هول الشركات عملوا شيء مميز. طبعا عملوا النورمال جروث اللي هو تقريبا بحدود بين 10-13% للشركات الطبيعية سنة ورا سنة، ولكن التضخم والإنفليشن للأسعار هي اضطرت أنه ترفع أسعار السهم على مدى السنوات اللي هو كان عم يستثمر فيها وارن بافيت. يعني اذا في حال احنا عم نتكلم ليش بقول وارن بافيت انه شراء الاسهم بالوقت الحالي هو مميز جدا، اذا في حال بدنا ناخذ لونج تيرم من هلا ل 30 او 40 سنه لقدام، شراء الاس بي 500 على السعر الحالي طبعا مميز جدا. انا اتوقع سعر الاس بي هلا 2800 دولار خلينا نقول للعقد الواحد، اذا في حال بدي ادخل بشراء اس بي 500 هلا على 2800 وانتظر انا 20 سنه لقدام، ممكن يكون عم نتداول كرب مستويات ال 7000 و8000 وال 10000 للـ SP 500. فبالنسبة لي ارتفاع مؤشر الأسهم على المدى الطويل طبعا موجود، ولكن التقلبات هل يا ترى ممكن نتحملها؟ إذا في حال انخفض الـ SP 500 لمستوى الـ 1000 دولار أو الـ 700 ومن ثم ابتدى موجة اندفاعية جديدة لزيارة مستويات الـ 4000 أو الـ 5000، هل يا ترى نحن كمضاربين بالسوق الصغير أو نحن نقطة ببحر ضخم جدا، هل يا ترى بنتحمل هذا الانخفاض والارتفاع؟ طبعا لا. يعني فرصة الاستثمار الموجودة بسوق الفوركس أو بسوق المال موجودة على طول، ولكن مثل ما بيقولوا المستثمرين الكبار أو السمكة الكبيرة بتاكل السمكة الصغيرة. يعني نحن كمستثمرين إدارة المخاطر مميزة ومهمة جدا، إدارة المخاطر لنقدر نتحمل تقلبات السوق الانخفاضات والارتفاعات بغض النظر عن فرص استثمار. كم مرة حدا منكم كان متوقع ارتفاع لليورو دولار ما دخل بشراء اليورو دولار، أو دخل بشراء نصف عقد أو عقد وجنى أرباح 200 دولار أغلق المركز وكفى ارتفاع اليورو دولار 1000 نقطة؟ كم مرة حدا منكم دخل بمركز بيع على سبيل المثال لسعر الذهب جني بعض الأرباح منه 100 دولار أو 200 دولار أو 300 دولار وكفى الانهيار أسعار الذهب، بيقول يا ريت تركت هذا العقد، لو تركته كنت جنيت 10000 و 50000 دولار. بالنسبة لي المراكز اللي ندخل فيها ممكن تكون مميزة جدا بسوق الفوركس على طول البال، أو الفترة الزمنية اللي ممكن نتداول فيها هي اللي بتفيدنا، والوقت هو على طول ضد المستثمر. الوقت اللي نحن بنواجهه بسوق الفوركس هو العام الوحيد اللي بيكون عم يتحدينا، لانه نحن على طول المراكز الخسرانه بنطول بالنا عليها على امل انه نرجع نرتد او نرجع نرد الراس مال اللي ابتدينا فيه بهذا المركز الخسران، ولكن على طول الارباح او الازواج او خلينا نقول فرص استثمار اللي بتكون عم تعطينا ربح وبالاتجاه الصحيح اللي استثمرنا فيها ما بنطول بالنا، بنجني الارباح الصغيره وبنخرج منها. فبالنسبه لي هذا المثل عم بقول لكم، وارن بافيت عم بقول انه هلا فرصه استثمار لشراء الاسهم طبعا مميزه، بس على لونج تيرم. يعني بدكم تجربوا شوي شوي، للاشخاص اللي عم بيتابعوني والمضاربين اللي عم بيتابعونا بشكل يومي بدكم تعرفوا اول شيء انا بشتغل بشكل وسطي، انا ما راح اقول لكم انه انا مستثمر على المدى الطويل واللونج تيرم وانا بنتظر مراكزي سنه وسنتين، لا، ولا بقدر انتظر انا شهر وشهرين، طبعا بكون عايش بقلق، بكون عايش بستريس. ولكن بدي اقول لكم اياه بدكم تجربوا تحافظوا على مركزكم الربحان مثل ما بتنتظروا على مركزكم الخسران. فبالنسبه لي يعني لما نقدر نقطف فرصه
استثمار مميز ونقدر نجني بعض الأرباح منها. يعني أنت استثمرت بالسلعة أو بالعملة الصحيحة وبالاتجاه الصحيح، فبهذه الحالة لازم تنتظر على مراكزك. طبعا ممكن التقلبات أو الارتفاعات والانخفاضات أو المراحل الأفقية اللي عم يدخل فيها السوق ممكن تكون بعض الشيء خلينا نقول تندم عليها، يكون عندك بعض الأرباح وترجع تمحيها للتقلبات أو المرحلة الأفقية، ولكن باستعمال أبسط الاستراتيجيات اللي هي خطوط الدعم والمقاومة بتقدر تعرف حالك إذا في حال تم اختراق مستوى الخطوط الدعم والمقاومة، وهون تقدر تعرف الاتجاهات والترند. نحن عطول لما نعقد استراتيجيات التداول، لما نعقد خلينا نقول موجات إليوت في بوناتشي داو جونز ثيري، مؤشرات المميزة والمعقدة جدا، أنا بالنسبة لي بنكون عم نعقد حياتنا. لما نكون عم نستعمل استراتيجيات البسيطة، صدقوني يا جماعة بالنسبة لخبرتي أنا بأسواق المال، بعض المستثمرين بيضحكوا علي أنه أنا عم بستعمل التفاصيل أو التحاليل البطيئة أو التحاليل خلينا نقول السهلة السيمبل استراتيجيز، وبقول أنه هذا الشخص ما عنده خبرة الكافية. أنا عندي خبرة أكثر من 12 سنة بسوق الفوركس، وأنا مستعمل أكثر من 100 مؤشر بسوق الفوركس، طبعا مجربهم كلهم وبفترة زمنية طويلة، ما عم بقول لك بسنة وسنتين، أكثر من 12 سنة. أنا بداية هذا المجال لقالي كان مميز جدا، وأنا طبعا من الأشخاص اللي بيعشق سوق الفوركس، أنا بعشق البزنس اللي هو بيكون أنا رئيس حالي، يعني أنا بكره يكون عندي باص فوقي، فبهذه الحالة سوق الفوركس هو ملائم لقالي، لأنه بقدر حس حالي أنه أنا عم بقدر أجني مال من بزنس أنا طبعا رئيس حالي. فبهذه الحالة سوق الفوركس أنا عشقته، وجربت امتحن وأقرأ كتب وأتعلم أكثر، عملت CFT Level 1 Level 2 Certified Financial Technician، وبهذه الحالة جربت أتقدم أكثر وأكثر بهذا المجال، استعملت أبرز التحاليل والمؤشرات، بستعمل تفاصيل وموجات إليوت كرمال نقدر نحدد الموجات الاندفاعية والتصحيح، ولكن مش هي الأساس. استعمال الأمور البسيطة مثل خطوط الدعم والمقاومة، اختراق خط المقاومة على زوج اليورو دولار الأسبوعي ما ممكن أنه ما يعطيني أرباح، ما ممكن أنه ما يعطيني أرباح يا جماعة. طبعاً بكون شريط القمة، وهذا الشيء صعب فيها. يعني إذا أنا بيجي بقول للمستثمر أنت وين بتحب تدخل بمركز شراء، بقلك على القاع. وين بتحب تدخل بمركز بيع، وين بتحب تدخل بمركز بيع، بقلك على القمة. فبهذه الحالة طبعاً ما ممكن أن نحن ندخل كمستثمرين على القاع وعلى القمة بمركز شراء مبيع. هذا هو الطمع اللي بواجهه المستثمر. ولكن إذا قلت لك أنا عند اختراق خط المقاومة ابتدينا موجة اندفاعية، بتقلي انت زوج اليورو دولار ارتفع من مستويات 102، من 102 ل 115، هلأ بدنا ندخل بمركز شراء. طبعا هلأ بدنا ندخل بمركز شراء لأنه هلأ أخذنا إشارة إيجابية. هلأ الإشارة اللي أخذناها ما تترددوا انه تدخلوا بمركز شراء على القمة، ولكن ما عم بتكلم على رسم بينة الساعة إذا شفتوا شمعة اندفاعية ضخمة جدا، عم بتكلم خطوط دعم ومقاومة من الواضح إنه مرحلة أفقية دخلنا فيها وتم اختراق على سبيل المثال. ليكوا الدولار كاد، انظروا للدولار كاد بس شوفوا عندي على رسم بينة الأسبوع لما تم اختراق خطوط مقاومة قديش ابتدينا بموجة ارتفاع ضخمة جدا. هذا الرسم البيانة عم بتكلم هون على زوج الدولار كاد، أوكي. بالنسبة لألي طبعا بالنسبة لألي كان عندي من 2010 لسنة 2014 أو 2015 مرحلة أفقية وبامتياز دخلنا فيها بخطوط مقاومة. طبعا خليني أحدد لكم إياها بشكل واضح، بس هيدا بالنسبة لألي المرحلة الأفقية تم اختراقها، هذه المرحلة اللي دخلنا فيها على زوج الدولار كاد، سجلنا لهذه المستويات أول قمة، سجلنا ثاني قمة، سجلنا ثالث قمة، تم اختراقها، إعادة امتحان ريتست، ابتدينا الاتجاه الصاعد. شو يعني؟ هون عم بتكلم بمرحلة أفقية بامتياز من سنة 2009 لسنة 2013، 4 سنوات مرحلة أفقية، خط مقاومي عم بيقدر يضغط سيلينج بريشر على الدولار كاد، طب تم اختراقه إعادة امتحان. هيدي شو؟ هيدي جولدن اوبورتونيتي، فرصة مميزة، بغض النظر شو صار بكندا، بغض النظر إذا حصل تشنجات في دولة كندا مع الولايات المتحدة، ما بيهمني. اللي بيهمني أنا إنه تم اختراق خط مقاومي والاتجاه الصاعد. طبعا بشتري الكمي، طبعا بشتري الكمي من وراء اعاده الامتحان. خليني احدد لكم بس هذا الانخفاض، اعاده الامتحان اللي كنا عم نشهده على رسم بينه الشهري هو نمط احتوائي يا جماعه، نمط احتوائي يعني على الانجل على المونثلي تشارت سجلنا قاع اوطى من الشمعه اللي قبلها، اغلقنا فوق افتتاحها. هيدي اعاده الامتحان لخط المقاومه اللي كنا عم نواجهه، خلينا نقول او خط المقاومه من سنه 2010 سنه 2013، اختراقه بشمعه، اعاده امتحانه، نمط احتوائي، اشاره شراء.
بيرجع حصلنا على الكمة على شمعة مطرقة على شمعة هامر، أعطتني إشارة انعكاسية على أنه انتهى الاتجاه الصاعد وبدنا نبتدي بالاتجاه الهابط عن جديد. وبالفعل ابتدينا بموجة الصحية عن جديد. يا جماعة ما في شيء صعب بالتداول، ما في شيء صعب بسوق الفوركس. من وراء الانخفاض رجعنا حصلنا على شمعة نمط احتواء بالاتجاه الصاعد، أعطتني إشارة شراء من وراء انخفاض معين، نمط احتواء engulfing pattern، إشارة إيجابية، رجعنا ارتفعنا من مستويات 123 لمستوى 136. هذا الاستثمار ولكن على المدى الوسط للطويل. بدكم تقدروا تحددوا الاتجاهات، بدكم تقدروا تعرفوا الاتجاهات من الشموع اليابانية. إذا حدا سألكم شو بتتوقع على سعر النفط، إذا دخلنا على أسعار النفط على WTI، خلينا نقول دخلنا هلأ على WTI 67، خلينا نقول 80، على رسم بيانة الشهري ما عندي إشارة، على رسم بيانة الأسبوعي ما عندي إشارة، على رسم بيانة اليومي ما عندي إشارة، ممكن لقي إشارة خلينا نقول بنمط الاحتواء بالاتجاه الصاعد، ممكن اتجاه يرتفع سعر النفط لزيادة مستوى $70. بما أنه عندنا نمط احتوائي بالشكل الإيجابي على النفط، طبعاً إذا حدا سألنا شو توقعاتك للنفط، ممكن إذا في حال ما تم اختراق القاع اللي هو مستوى 66-30 نتوقع ارتفاع لزيادة مستوى 70. ممكن يكون عندي معلومات غير هيك. على المدى الطويل ما عندي إشارة. إذا حدا سألنا على سعر النفط ممكن أعطي جواب؟ طبعاً لا. وين ممكن يروح اتجاه النفط؟ ما عندي أي فكرة. إذا ما عندي إشارة من الشموع اليابانية وما عندي إشارة من خطوط دعم ومقاومة تم اختراق، خلينا نقول كيف ممكن أعرف؟ إذا تم اختراق خط الدعم على مستوى 65 وحدا سألني شو توقعاتك للنفط، بقول لهم أقله ممكن زور مستوى 58 على المدى القصير. كون عم كذب؟ طبعا لا، لأنه عندي إشارة واضحة أنه تم اختراق نقطة الدعم ونتوقع الانخفاض. لما تم اختراق أسعار الذهب مستوى $1,500 لسعر الأونصة، مين توقع الانخفاض؟ التحاليل التقنية طبعا. ليش توقعنا الانخفاض؟ لأن تم اختراق قاع مميز عندي ثلاث مرات تم التثبيت عليه وتم اختراقه. طبعا توقعنا زيارة قاعان جديدة ومستويات بارش سيجنلز للجولد. فبهذه الحالة التحاليل البسيطة اللي عم شارب لكم إياها على أسعار الذهب هي الموجودة عندي، هي اللي ممكن نكون عم نستفيد منها. بالنسبة لأسعار الذهب كان عندي كمة مميزة جدا، طبعا عندي كمة اللي هي 1900، رجعنا على 1700، رجعنا قمة 1362، تم اختراقها. إعادة امتحانها شو بتعطيني؟ إشارة شراء. إعادة امتحان هذا الخط بتسائب قرب مستويات 1140-1134. أنا بالنسبة لي إذا انخفض سعر الذهب لهذه المستويات رح أدخل بمركز شراء وفرصة استثمار مميزة long term. رح أدخل أنا وياكم، وأنا بوعدكم أنه أول ما يرجع يستهدف الذهب سعر أو إعادة امتحان هذا الخط الميل على انخفاض على مستويات 1140-1130 رح أدخل بمراكز شراء long term، وما رح أغلق مراكز شراء لزيادة مستويات 1500 عن جديد. هذه الجلسة الصباحية أنا بعتذر أنه كانت بعض الشيء، إذا بدكم سيكولوجية التداول وكيفية التفكير بشكل أو آخر، ما كنت حاب بشكل روتيني مر على خلينا نقول الأمور والعمليات الرئيسية. فأنا بالنسبة لي انتهت هذه الجلسة، بتمنى لكم نهار مثمر، وأنا بشوفكم جلسة تعليمية بعد الظهر. إلى اللقاء.